السلام عليكم. اليوم غادي نقدم واحد البريوش على شكل ضفيره ضفيره. اذا المقادير خاصنا 250 غرام ديال الفرينه، 30 غرام ديال السكر، معلقه صغيره ديال الملحه، 10 ديال الغرامات ديال الخميره، 165 غرام ديال الزبده تكون على حراره المطبخ، وهنايا ثلاثة ديال البيضات. إذن غادي ندوزو للطريقة. إذا أول حاجة غادي ناخدو هو الفرينة، نزيدو الملحة، نزيدو الخميرة، نزيدو السكر، ونزيدو ثلاثة البيضات، وغادي نخلطو هادشي. ملي يشد راسو غادي نزيدو الزبدة. كتولي بحال معاك هنا حيدنا من الدرار. غادي نشدو واحد 50 غرام ديال الفرينه باش غادي نبداو نخدموها شويه، هذا غير الا ما جمعناها. غادي نجمعوها، هنا ملي جمعناها غادي نخلوها ترتاح هكا، نخلوها ترتاح لمدة ساعة. من بعد ساعة ديال المكانة وهي كترتاح غادي نشدو العجينة وغادي ندور على شكل مستطيل. إذا غنديرها بحال ما هاد الشكل وغادي نديرها فواحد الإناء وغادي ندخلوها الفريكو لمدة ساعتين في المكانة، نخلوها ترتاح. إذا بعد مرور ساعتين في المكانة غادي نشدوها وغادي نقطعوها على ثلاثة باش نديرو الضفر ديالنا الطوال. إذا درناهم بحال ما هكا طوال، ومن بعد نبداو دابا الضفيرة ديالنا. ونكملو، ومن بعد كنحطوها هنا في اللاطة وكنديرو فيها هاد بابي شيفتانيزي ولا ورق ديال الزبدة وكنديروها هنا. ودابا غادي نخلوها تخمر لمدة ساعتين على الأقل. الحاجة الزوينة ديما كتاخد الوقت، يعني غصبرو وإن شاء الله النتيجة غتكون بخير ومحسن. إذا هنا ملي ارتاحت وخمرت هنا خدينا واحد صفار تاع بيضة درنا فيها شوية ديال الملحة وغندهنو. وغادي ندخلوها في الفرن 180 درجة لمدة 15 دقيقة. من بعد ثلث ساعة خليتها ثلث ساعة شطاف. البريوش ديالنا هي طريقه التقديم، كيجي بحال ما هكا كيجي لاين. ماشي كونفيتير كيجي بالصحه والراحه.